مساء الخير، هل غامر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري عندما حدد موعد الولادة الحكومية بمدة 10 أيام؟ هل بالغ بالتفاؤل أو أخطأ بتقدير ما يملكه بين يديه من معطيات؟ إذا أردنا التمادي بمحاولة فهم ما يدور برأس الرئيس المكلف، قد يأخذنا التحليل والتعليل نحو أن الحريري يتعمد ضخ تفاؤل مصطنع ومفتعل لأسباب تكتية كل مدة بقصد الإطالة من عمر التكليف حتى تحين اللحظة المناسبة للتأليف. لكن معظم القوى المعنية بالمقابل واللي بتطرح كل ما سلف من تساؤلات بتجمع على أنه الرجل يخوض جولاته ومشاوراته بحلبة التأليف حتى النفس الأخير بكل محاولة لم تتكلل إحداها بالنجاح حتى الآن. اليوم من المتفق عليه أننا نعيش جوين متناقضين يسيران معا وبالتوازي ولكن باتجاه واحد، لكنهم ما بيلتقيوا. الأول بيقول أنه الفرج بات قريب وأنه الصيغة باتت جاهزة إلا من بعض الرتوش بالحقائب والحصص. أما الثاني فبيقول أنه كل اللي عم يجري على الساحة الحكومية هو حركة بلا بركة. فإلى أين تقودنا الأحداث من هنا؟ حلقة جديدة من انترفيوز بيستعدني أنه أستضيف خلالها عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ. مساء الخير سعادة النائب. مساء الخير يا والصحفي سركيس نعوم. مساء الخير استاذ سركيس. اهلا وسهلا. وبنسال خلالها الى جانب البازل الحكومي عن عهد الرئيس ميشيل عون على مشارف انقضاء سنتين من بدايته. سادر الضمان الفرنسيه هل من مبادره في الافق؟ ماذا عن المسرح السوري المتعقد؟ هل صحيح انه تسويه العراق ستسري على حكومه لبنان وتنبئ بتشكيله؟ لماذا يتزايد الكلام عن حرب إسرائيلية على لبنان؟ ماذا لو خرجت الأمور عن السيطرة؟ هل يصبح لبنان حكما جزءا من حرب إقليمية واسعة؟ العقوبات على إيران، انتخابات الكونغرس والأغلبية الأمريكية الحاكمة المقبلة، الرئيس الأمريكي وحديث العزل المحتمل. بذكر أنه المشاهدين بيقدروا يشاركونا عبر هاشتاج انترفيوز على فيسبوك وتويتر، كمان باستطاعتهم مشاهدة الحلقة عبر فيسبوك لايف وبيريسكوب ومن خلال صفحتنا الخاصة، وأسئلتكم مثل العادة بنعرضها على الشاشة ومنناقشها مع الضيوف بالحلقة، ورقم الواتساب أيضا الظاهر على الشاشة للتواصل مع البرنامج وطرح الأسئلة. مساء الخير مجددا استاذ سركيس. استاذ فيصل، يبدو انه تنبلش من اخر المستجدات انه عاد السجال بينكم وبين النائب طلال ارسلان من باب الدرزي الثالث. صراحه منه سجال، يعني نحن من البدايه كنا واضحين انه اللقاء الديمقراطي اذا بدنا نحكي بحكومه اتحاد وطني يراسها الرئيس سعد الحريري وتتمثل فيها القوى حسب النتائج الانتخابات النيابيه، من الطبيعي انه اللقاء الديمقراطي اللي طلع بسبع نواب من اصل 8 والثامن ما قعد كان متروك شاغر وباكثريه شعبيه ساحقه، من الطبيعي انه يمثل الحصه الدرزيه، علما انه ما بحب احكي بالطائفيه لانه تعرف نحن حزب الشهيد كمال جملات، حزب عابر للطوائف وعابر للمناطق، يعني حزب يدعو الى الدوله المدنيه، فبنأسف نحكي بهالمنطقه، بس وصلنا القانون الانتخابات هالقانون المذهبي الطائفي للاسف وصلنا لهون. التعاطي معك يعني كل هالقيادات او هالخامات الوطنيه رجعوا حطوها بمربعات طائفيه، فبنأسف انه نحكي هيك. كنا بنتمنى نكون كحزب تقدم اشتراكي عم نسمي من كل الطوائف الا الدروز، وانما وصلنا لهون صار هيدا المربع اللي نحن فيه. بنعتبر انه نحن تساهلنا على مدى حكومات عديده، يعني بتتذكر حكومه الماضي كنا وزير دولي ووزير حقيقي، لانه وقتها كانت الحكومه محدوده الوقت لاشهر وكنتوا بانتظار الانتخابات ومشيتوا بتسويه معينه، وايضا يعني كنتوا عم تحاولوا تسلفوا العهد، ولكن هلا الوضع مختلف تماما. بس حتى الحكومه اللي قبلها والحكومه اللي قبلها، يعني على طول نحن وقت كان عندنا 17 نائب كنا نترك مركز وزاري للامير طلال لتاكيد على الوحده وعلى التنوع بالجبل، وكنا نترك مقعد نيابي دائما كذا، فبالتالي لا نحن ما كنا بهدف استئثاري، وانما اذا باخذك شوي يمكن ما بعرف ما بدي ارجع كثير لورا، بس اذا بنرجع لمرحله التسويه الرئاسيه، نحن ساهمنا في هذه التسويه الرئاسيه، صوتنا لفخامه الرئيس، كنا ايجابيين بالحكومه الاولى وتوقعنا انه نلاقى بالايجابيه نفسها، للاسف ما لقينا بالايجابيه نفسها لا بالقانون الانتخابي عند اقراره وطبيعه هذه القانون اللي بين مستهدفنا بمكان ما، لا التحالفات، لا الخطاب الانتخابي، بدي احكي بمختصر، كل هالجو لا رخضنا الانتخابات
بأكبر قدر ممكن من التنوع، يعني كنا حابين نحن نكون مع الكل وتواصلنا مع التيار الوطني ومع الوطني. إنما ما قادت هذه الأمور إلى تحالف عريض. الحمد لله قدرنا عملنا التحالف بحد الأدنى من التنوع الطائفي والمناطقي وكذا، وانتصرنا بشكل ديمقراطي وسلمي. ما علينا خطابنا، ضلينا معتدلين، ما حبينا أنه نعلي الخطاب لناخذ نائب زائد أو نائب الناقص، فضلنا نحافظ على خطابنا المعتدل، وإنما انتصرنا بانتخابات ديمقراطية. من بعد الانتخابات اجت قصة اللائحة الرباعية، ركبت بوجنا، فكل هالتعاطي، يعني أنت فايت على عهد عم بتأيده، عم بتصوت له، عم بتسهل له بحكومتك الأولى، تتفاجأ بالمقابل أنه عم يتركب حواليك، كيف ممكن تتحجم، كيف ممكن تتقزم. من هون تشددنا وطلبنا بالثلاثة، من هون تشددنا وطلبنا بالثلاثة، ليس استئثار، وليس انه حسينا مرحلة مجبورين نكون فيها متشددين الى حين نشوف كيف الاخر بده يتعاطى. وعم معنا. تسمعوا نصايح الرئيس بري وعم بيقول لكم انه ما في لزوم تفوتوا بمواجهه مع العهد. لا ما في مواجهه، ما في مواجهه ابدا. على كل حال حنبحث ايضا طبعا عن العقد الدرزيه وكل العقد بهذا الاطار. استاذ سركيس، العقد الدرزيه والعقد المسيحيه وهذه العقد اللي كل يوم نسمع بشيء جديد، عقده المرده، كل هذه التركيبة والصعوبات بوجه التأليف الحكومي، هل عادت الأمور إلى نقطة الصفر برأيك؟ أنا لأول مرة منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة جديدة، من خلال متابعتي اليومية بشعر أنه في أمل جدي لأول مرة بتأليف حكومة جديدة. هلأ هذا ما بيعني أنه أنا متأكد انه هالامر رح يحصل بنسبة 70 80 او 90%، بس انا متأكد لحديث هلا من المعطيات الموجودة انه على القليلة الرئيس سعد الحريري بالتعاون مع افرقاء عددين قطع 60 ل 70%. خلينا ننتظر لنشوف بعد ما يرجع فخامة الرئيس من يريفان، ونشوف اذا صار لقاء بين الرئيس الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، اذا كان جانب من العقد المسيحية والعقد الحكومية بشكل عام يلي بعتقد أنا أنه هو وراها أو أحد أسبابها، إذا كان يمكن أن يتذلل ولا لا. إذا ذلل هذا الأمر بتصير الحكومة احتمالاتها بتزيد، وبنفس الوقت هيدا بيعطي مؤشر إلى أنه رئيس الجمهورية يلي كان متبنيا بالكامل لكل مواقف الوزير جبران باسيل بيكون حاول يقله للوزير جبران باسيل لحد هلأ وصلنا لهون، خلينا نوقف هون لأنه بدنا نعمل حكومة، لأنه البلد ما بقى يحمل، لأنه المجتمع الدولي ضاغط، لأنه الوضع الإقليمي صعب، وبالتالي الاحتمالات. أنا عم أقول الاحتمال جدي، ليش؟ لأنه مثل ما كان عم يحكي سعادة النايب، وليد بيك والحزب التقدمي الاشتراكي مش من هلأ، من قبل فترة، الحل اللي ممكن يقبله وبنفس الوقت مفروض إذا كان الأمير طلال أرسلان وحليفه الوزير جبران باسيل متعقلين أنه يقبلوا، هذا موجود أعطاه حطه بعهدة الرئيس نبيه بري. فبالتالي أنا برأيي ما في عقدة درزية، هاي العقدة الدرزية صارت قابلة للحل إذا كان الفريق الآخر ممثلا إما برئيس الجمهورية وإما بالوزير باسيل جاهزين للحل. عبر يعني مسيحي ثالث يعطى للوزير جملاط؟ يعني في حلين بهاي الموضوع. الحل الأفضل بعتقد واللي هلأ يمكن يكون ماشي إنه بيجي وزيرين درزيين للوزير جملاط للحزب التقدمي، والوزير الثالث كمان يكون درزي، ولكن يعني يختار اسم مقبول من أبناء الطائفة الدرزية بشكل عام ومقبول من وليد بيك، وما في فيتو عليه من حدا، يعني شخص معروف إما بعلمه إما ما بعرف، يعني أنا ما بعرف الأسماء، في كذا اسم متداولين، بس هيدا بعده الأرجح. نحكى بفترة بقصة مسيحي، ولكن بعتقد أنا المشكلة بهاي الموضوع طبعا يعني وليد بيك بحب يكون معه وزراء مسيحيين ونواب مسيحيين، هذه المرة النواب المسيحيين موجودين معه، بحب يمكن يكون الوزير نعمي طعمي يبقى وزير معه، بس بهاي
شد الحبال اللي صار على ساحة درزية واستغل من قبل فريق مسيحي معين، بالتالي صار مضطر وليد باك يتمسك بدرزية الثلاثة يعني، ويغلب يعني المسألة الدرزية على أي صحيح شأن آخر. لأنه بعتقد أنا وهالشيء أشرت له بأحد المقالات، وصلنا لمحل أنه أوكي لوزي يعني صار قصة وجود الأمير طلال أرسلان في الحكومة بالطريقة اللي عم تصير فيها واللي عم تندفش فيها من التيار الوطني الحر بعد الحادث الذي صار بشويفات والتصرفات اللي صارت بعدها، كل ذلك خلى وليد باك بعتقد هالشي عمل له جرح كتير كبير، وبالتالي مثل ما كان عم بيقول سعادة النايب انه بكل الانتخابات السابقة كان في نوع من التعايش والتقبل لوضع درزي معروف من زمان وقائم من زمان، انه طبعا بسبب لاسباب كتيرة تغيرت موازين القوى، ولكن بالنهاية في تيارات باقية بهالطائفة، يبقى للتيار الآخر مقعد ممثلا بالأمير الأرسلاني مين ما كان يكون. طيب وليد باك احترم هذا الأمر، حتى بهاي الانتخابات كمان احترم هذا الأمر، ولو لم يحترمه ما كان وصل الأمير طلال إلى النيابة، لأنه مثل العادة ترك مقعد شاغل. بس الطريقة مش بس انه يعني استثمر او بعتقد انا استغل الامير طلال ارسلان من اجل ترتيب وضع سياسي وطني عام ومسيحي خاص لفريق معين، وهذا امر مستهدف فيه برايي انا شغلتين، مستهدف فيه وليد جنبلاط اول شيء، ومستهدف فيه مصالحة الجبل، ومستهدف فيه أيضا التعاون يعني ما في يقول تحالف بس التعاون الجدي يلي بدأ بين الفريق المسيحي الآخر ممثلا بالقوات اللبنانية وبين الحزب التقدم الاشتراكي. أو ردا على هذه التحالفات اللي صارت بالجبل استاذ فيصل، سؤالي لك وكمان بعدنا بإطار العقدة الدرزية، هل فعلا تخلى وليد جنبلاط مع حفظ الألقاب عن الثنائية الجنبلاطية الإرسلانية التاريخية في الجبل بعد ما استشعر الخطر الوجودي على الطائفة الدرزية بالجبل من خلال دخول الوزير جبران باسيل على ما يسميه وليد جنبلاط المحرمات؟ لا ما فينا يعني، خليني ما نفوت بهال قبل بحكيك، بس ارجع شوي لموضوع حكومي لانه يمكن هلا ريحني الاستاذ سركيس انه حكي باشياء اريح انا ما احكي فيها، وانما الحكومة خلينا نقول انه الجو ايجابي، يعني في تصورات انه ان شاء الله قبل 31 بيكون في حكومه، في راي اخر قبل الاستقلال في حكومه، يعني واضح انه الامور وصلت لمكان. اذا بتقارن ما تبقى من التعقيدات مع واقعك الاقتصادي، واقع التهديدات الاقليميه، واقع الداخلي المعيشي والاجتماعي، واضح انه ما عاد في شيء يعني تحمل مسؤوليه يستوجب الذهاب الى تشكيل حكومه. وحسنا فعل الشيخ سعد انه متفائل بالموضوع، وان شاء الله يضل متفائل وبدنا نساعده كلنا. ومن هون نحن قلنا بلحظه ما انه عملنا تسويات، تشددنا وعدنا الى التسويات، يعني عم نقول نحن فلتكن تسويه، بس التسويه لا تعني تنازل فريق والفرقاء الاخرين يتفرجوا عليه، خلينا نعمل تنازل ذاتي، كل فريق يعمل تنازل ذاتي متبادل مع الاخر ومنشكل حكومه. هلا صار في تنازل من رئاسه الجمهوريه بموضوع نائب رئيس الحكومه، نائب رئيس الحكومه صار في تنازل يمكن من القوات نوعا ما من 5 إلى 4، ونحن قلنا في 2 حزبيين، الثالث ماشي الحال اذا ما بيكون حزبي، بس تعوا عرضوا علينا وخلينا نخلص. ولكن كلام الدكتور سمير جعجع كان متشائم بالامس اللي سمعناه، هلا حنحاول نناقشه. بدي هلا ارجع هلا لا يعني بموضوع الجبل، بموضوع الجبل اللي ما بنحب حتى نحكي بهذه الثنائيه، في شعب، نحن بنظام ديمقراطي، ما بدنا نحكي احاديه وثنائيه، في حزب تقدم اشتراكي يمثل شريحه من المواطنين، في حزب ديمقراطي، في حزب قومي، في احزاب اخرى موجوده على ساحه الجبل. نحن شعار الأساسي عندنا الحفاظ على العيش المشترك، حفاظ على مصالحة الجبل اللي أرساها غبط البطرك مع وليد باك، وفتح الساحة للجميع. يعني أنا بذكرك قبل القانون النسبي كنا بقانون أكثري، كان ممكن الحزب التقدم الاشتراكي بالتحالف مع التيار المستقبل
يعني ياخذ 13 نائب شوفوا عليه. صحيح. ما كنا نستأثر يعني، كنا دائما نحرص على تحالف مع القوات، ولكن كنتوا يعني تأتوا بمسيحيين ليس لديهم هذه لا 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 الصفة التمثيلية. لا خلينا من بعد ال 14 أذار وثورة الأرز، لا بال 2009 كان في معنا قوات، في معنا أحرار، ابن كمال شمعون، في عنا القوات، في عنا الكتائب، في المستقلين، يعني كانوا يمثلون أحزاب، تمثل أحزاب تاريخية بالمجتمع المسيحي وسنيا مع تيار المستقبل. فما وليد باك فهمان تركيبة لبنان جيدا، فهمان تاريخ لبنان جيدا، بيعرف انه ما فينا نعيش لوحده، ما حدا في يعيش لحاله، بدنا نتعايش مع بعضنا، بدنا نكمل بعضنا، محترمين لاتفاق الطائف وتوازناته الدقيقة السياسية اللي ارساها، اللي بتحافظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصاد البلد، واي مس بالطائف يهدد هذا الاستقرار. وبالتالي نحن بدون ما نتهدد او بدون ما نوصل للحائط المسدود، في مبادره فرديه وشخصيه بهذا الموضوع. فلا الجبل بيساعي الكل، وانما باحجامه الطبيعيه. نحن اللي بنعترض عليه هو انه تجي اليوم تركب لوائح فقط لمجرد يعني تجي يعني تظهير شخص او تغيير اخر بيقول، اما يجي بقوته الشخصيه بالعكس، الرؤيه اللي بتشوفه الجبل فيه ساحه مفتوحه للجميع والمنافسه ديمقراطيه وسليمه. استاذ سركيس، يعني امتى هي اللحظه اللي استشعرت فيها هذه الايجابيه اللي عم تحكي عنها المستجده؟ هل بلحظه لما سمعت انه رئيس الجمهوريه قد تخلى عن نيابه رئاسه الحكومه للقوات اللبنانيه، ام الكلام اللي اوساط حزب الله واستعجالهم لتاليف الحكومه؟ شو بالضبط اللحظه اللي حسيت فيها بهذه الايجابيه؟ ليك في اكثر من عامل، وبعتقد المقال اللي طلع اليوم يعبر عن ذلك. انا شفت مثل غيري الرئيس سعد الحريري لما طلع من القصر الجمهوري شو حكي على برده القصر الكبير، حاول يعطي انطباع ايجابي. طبعا هذا الموقف لوحده مع الصوره اللي شفناها على التلفزيون مع اسمعوني بكره ما بيعطيك او ما بيعزز لك امل انه في حل، لانه صار في سبق وصار في اجتماع او اجتماعين، وكمان كان ظاهر وباسم وعم يضحك وفي ايجابيات وكذا، وكان واضح انه ما كثير الامور مسهله. هالمره هو طلع وحكي بهذا الموضوع، رئيس مجلس النواب يلي دائما بيتمنى بيقول كان لازم تصير الحكومه امبارح مش بكره، عم بيقول في بصيص امل باللقاء، وتعمد يكون ذلك باللقاء النيابي. وبنفس الوقت بس الرئيس بيري يعني عم بيعطي اشارات متناقضه، بيقول لك في بصيص امل بس بيرجع بيقول لك مطرحك يا وائل. لا لا عم بيقول هلا اليوم مثلا قال في بصيص نور، بصيص نور ما بيعني انه انحلت، انه في بصيص نور ممكن يصير ضوء مثل البروجيكتور هذا وممكن يرجع يروح ينطفئ، فقال في بصيص نور. اليوم قال خلينا نقول مثل ما كنا ليصير الفول بالمكيول او شيء بهالمعنى، ما تقول الفول ليصير، ما تقول الفول ليصير بالمكيول. عظيم. هيدا معناتها انه عم نقول او عم يسمع شو عم ينقال، واللي عم ينقال بشكل عام ايجابي، بس نحن ما بقى نصدق لان صرنا اربعة اشهر وفتنا بالخامس، فخلينا نشوف الافعال. التنازل كمان فخامه الرئيس عن نيابه رئاسه الحكومه هذا امر مهم، بس في شغلة تانية بعتقد أنا هي اللي بعد ما حدا عم يجيب سيرتها، واللي بعد ما طلع موقف واضح تجاهها، وهي اللي أنا بعرفه والكل بيعرفوه أنه ما حدا راضي بتلت معطل. كان بعده ما خلصنا من قصة تلت المعطل، ما هذا اللي عم بدي شير لقله. الناس بتقول خلصنا منها بس بعد ما طلع شيء واضح، يعني أنا كصحافي بجيب معلوماتي لنقول من الجهات اللي بتتعاطى واللي بتشتغل بهذا الأمر، أنا بعد ما سمعت من حدا، سمعت من كتار إنه ما بيمشي تلت المعطل، حتى من الناس اللي هن ممكن يكونوا حلفاء للتيار وللرئيس عون، ولكن بعد هالشيء لازم يطلع مش من عند الرئيس عون، لأن هذا الشيء هو بيقول لك رسميا أنا ما لي علاقة فيه، هذا الأمر لازم يطلع من عند الوزير باسيل. الوزير باسيل بالبيان بالمؤتمر الصحفي اللي عمله نهار الخميس بعد زيارة الرئيس حريري لقصر بعبدا أظهر فيه أنه لا يزال متشددا
وطبعا ما راح روح للوهم وقول انه في خلاف بين الرئيس وصهره ووزير الخارجيه بعد المواقف اللي اطلقها الرئيس الحريري. نعم. وان كان هو قيل انه هذا المؤتمر كان مرتب له مسبقا واتردد على الكويت وليس على الرئيس الحريري. اول شيء يعني انت فيك تقول اللي بدك اياه وهن فيهم يقولوا اللي بدهم اياه، بس كان معروف انه في زياره للرئيس، بس اعلنت الزياره انه في زياره للرئيس الى قصر بعبدا طلعت الاخبار انه في مؤتمر صحفي باليوم الثاني، وكان الانطباع العام انه الهدف من هذا المؤتمر الصحفي هو الرد او التعليق على ما سياتي او ما سيتمخض عنه الاجتماع بين الرئيس الحريري والرئيس ميشيل عون. وبالنهايه تبين انه الوزير باسيل استمر في استعمال لغته الاستفزازيه يلي لاول مره، وهذا انا استحسنته عند الرئيس الحريري لأنه كان صار له فترة طويلة كتير ساكت، يعني قازم غيظه وساكت على التجريح وساكت على محاولات الاحتواء من جهات عديدة، بالقليلة ينتفض بس لكرامته ويقول أنه أنا بعتذر وما ببعد برجع، يعني أنا ما بأخذ على شروط. أنه شو لو كنت رئيس التيار الوطني الحر ما بيحق لك تجي تقول أنت أنه إذا بيتكلف بيرجع بشروط جديدة. أول شيء مش انت اللي بترجعوا رئيس حكومه مكلف، اللي بيرجعوا رئيس حكومه مكلف هن الاغلبيه النيابيه اولا، وثانيا هو الفريق يلي حطكم انتم بمواقع السلطه المختلفه ان كان بمجلس النواب ولا بالحكومه ولا برئاسه الجمهوريه. مشاهدينا بعد الفاصل نتابع مع هذه النقطه التي طرحها الاستاذ سركيس نعوم، وهي الحريري سعد الحريري لماذا قال بالدردشة الإعلامية بالأمس والتي أتت كقنبلة فجرها في الوضع السياسي أو الحالة السياسية، عندما قال أنه لن يعتذر وأنه إذا اعتذر فلن يقبل أن يتكلف مجددا. ونسأل أيضا هل هناك فعلا من محاولة لفك الارتباط بين التقدم الاشتراكي والقوات اللبنانية تهيئة لاستفراد القوات؟ بعد الفاصل.